ولك العين تطلعك صدن. اسمعوا لك تنس معك يومين لا سلس لهما. صبري ابن الاب صبري اللحام بده يجي يتقدم لي. هاو وقد اعزل من انزل. انا خبرته لك يا بنت الحلال عم بصمد من وين اروح اجيب اسرق يعني. ولك انا برضه اسكن معك بخيمه. تعب قالها البحصه خلصنا بقى. لك مو للاقي حق الخيمه بالاول بعدين والمقدم مؤخر ايش وضعهم. ولك انا مهري سداجه صلاه بس تعال. متاكده مهرك سداجه صلاه؟ ولك طبعا مثل ما عم بقول لك. تعال انت وخلصنا. مين عم بدق الجرس؟ لك هذا انا عم بفتح ايش فيك. يخرب بيتك سايكن على السطوح انت. بسرعة يلا. عمي انا يعني باختصار بلا طولة حديث انا جاي اطلب اجر ايد بنتك لحتى تكون قولي كربج لحتى تكون زوجتي. عمي يعني المقدم والمؤخر ايش وضعه ايش طالبين؟ من الاخير 10. نعم 10 وحدات. 10 وحدات ايش عمي؟ طب ماشي خيو جبت لكم هلا وحده معي وبس ارجع اجي مره ثانيه بجيب لكم 9. شو هاي؟ شو هاي يعني؟ سداش صلاه 10000 دولار ابا الله. نعم ليش عمي؟ ليش؟ الملكه بلقيس؟ سندريلا؟ والله هذا الموجود كبسها مخلل عمي كبسها مخلل. الله يوفقك. لك علي الحلال جوز عمتي افخري احلى منك. طفش الزلمه طفش. طبعا الا اذا بدك نعمل لك تخفيضات. ها اذا بدك نعمل لك تخفيضات. ها والله يا ميت اهلا وسهلا شرفتونا ونورتونا. الله يزيدها شرف يا رب. وشان نختصر الموضوع ومثل ما بيقول المثل خطوب لابنك قبل ما تخطب لامك. ايش بك؟ لابنك مو لامك لابنك. لابنك. وكمان بشرفنا وبسعدنا نطلب ايد ابنكم لبنتنا. ايش بك؟ لابنك انت تطلب لي البنت. ابنكم لبنتنا. بنتنا لابنكم. وشو بتشتغل حضرتك؟ انا بشتغل محاسب ببنك. كويس والله. وعندك بيت؟ طبعا. بس ناقصه تجي العروس وتنور البيت. ما شاء الله ما شاء الله. وكان ما قلتوا لنا صحيح ايش نشربكم ايش تشربون؟ جايين احنا نجربكم يعني شربانين وجايين. لا 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 ما بصير مش واجبكم نضيفكم شيء. خلاص بما انه الجو شوب يعني تنتين عصير. خدوج عمرين لنا برات شاي بسرعه. يلا يلا بده شاي كمان. زهرمان البخاري ان شاء الله. ماشي رح سويكم الشاي. طولوا بالكم بودكم جوي انا بفرجيكم. ملح هلا اشوف بدكم تطفشوا ولا لا. والله عرفانة تنقي يا ملاون. أكيد بعجبك. إيش هالشعرات الشقر هدول؟ 55 يخرب بيت وهرشعري. بدي اشرب شاي ياخذ يشرب. خدوج بركي جنب العريس. نعم. وين أبلغ جنبه؟ شلون زبطت معك يعني؟ بركي جنب البطيخ بركي. حاضر. حاضر. شرب شاي ليه ما تشرب؟ هلا 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 بشرب ان شاء الله. عمرك ما شربت. تفضلوا تفضلوا برروا رأيكم شربوا تفضلوا. لا لك الشاي فيها ملح. الله يخرب بيتك من حالك سودتي وشنا قدام الجماعة. كني انت بعملت مالك مساوي شاي ابدا؟ لوين صف وصلاني؟ للسادس ونجحت شحط. حطولي علامتين مساعدة. شحط؟ خود با هي كسولة بالمدرسة بس بغير شغلات. اقسم بالله بقلعش قد شاطرة. كنت تسألي خرب بيته شلون بدي طفشو هاد. هو ايدي هاي
لك شو ايش هالاصوات هاي؟ الجيران؟ اكيد الجيران حركوا شيء. تفضل تفضل مع حجي شوف ايش صار. تفضل تفضل امشي تفضل. ايوه بلشنا حركات التطبيق والتلطيش هدول اللي ما بينطقوا. بدي اسالك حضرتك ارتبطتي من قبل؟ دخلتي بعلاقة؟ نعم. ايش تفضلت؟ نعم. بقصد انه حبيتي مثلا او لا بقى انت شكلك عم تفهم منو. شوف عيني انا مجنونة بهلوس برفس بالليل بتحول لزومبي بطالع من دمي روايح بشعة جنس الرجال ما بطيقه منوب ما برتبط مجنون انا فهمت؟ لا اشبك ما اشبك والله ما حكيت شي. شوف عيني هلا بتاخذ ختيار جن ابوك وتروح مخرج منوب ما حبيتك ما هضمتك ما انبلعت معي غليظ زنخ سائل فهمت؟ شغله بالغصب خلاص انت اذا ما بدك انا كمان ما بدي. تفضل حجي تفضل 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 هلا سي تفضل تفضل ما قلتوا لنا ايمتى نحدد الخطبة؟ ما في داعي ما في داعي ابدا. شو يعني ما في داعي؟ الخطبة قرف هذا تم ناقص